السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيشة والتدخين، هذا رجل مدخن وأصيب بالسرطان من التدخين. بعض الناس يقول لا ما في دخان ما في سرطان، هذا نموذج واحد. يا عم تقدر تعطيه نصيحة؟ ما يقدر يتكلم ولا حرف. قرب شوي، ورموا الفتحة يا عم، ورموا الفتحة. شوف يا اخوان دقيقة، قرب 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 قرب. شوف شوف الفتحة هذه من السرطان، شالوا الحنجرة كلها كامل. يا مدخنين يا مدخنين، انا اقول احمد الله جل وعلا، احمد الله من اليوم. شوف الرجال يحمد الله جل وعلا ويتمنى انه ما دخن. ترى يا اخواني اعطي اكثر من جرعة كيماوي واشعاع واستأصلوا الحنجرة كلها كاملة وما يستطيع الان يخرج ولا حرف. فانت في نعمة يا اخي الغالي، احمد الله. تدري كم يموت في العالم؟ اكثر من 8 ملايين سنويا يا اخي الغالي. المملكة هنا في بلادنا الحبيبة ينفقون على المصابين بالسرطان من التدخين الالاف المؤلفة. يموت عندنا في المملكة الالاف المؤلفة. فاذا كان عندك يا اخي الغالي حرق حرارة في اليدين او تعرق او حرقان في او كتمة في الصدر او حموضة في المعدة او مثلا ضيق في التنفس او حرارة في البول، فاعلم يا اخي الغالي انها قد تكون مؤشرات خطيرة وبوادر خطيرة. من اليوم وقف. طالبكم طلب يا مدخنين، طالبكم طلب يا المشيشين، نطلبكم لله اتركها يا أخي. والله أن العز والسعادة كلها في ترك ما يغضب الله جل وعلا.